تقول إذا طرق الباب أو رن الجرس فهل الإنسان أن يقطع صلاته ليفتح الباب؟ قطع الصلاة لفتح الباب إن كانت فريضة فلا يجوز بالاتفاق، إلا أن يكون هناك ضرورة كإنقاذ حريق أو غريق أو ما أشبه ذلك مما يمكن أن يكون من الضرورات. أما في الحالة المعتادة فلا يجوز قطع الصلاة في الفريضة لكونه قد دخل وشرع في فرض وجب عليه إتمامه، ولا يجوز الخروج عنه إلا لضرورة. أما النافلة فالنافلة كذلك لا يخرج عنها إلا لما لا بد له من، ولكنها دون الفرض في التغليظ، فإذا أو في وجوب المضي فيها، فإذا طرق الباب والإنسان في نفل فإنه ينبغي له أن يجتهد في قضاء حاجته من فتح باب ونحو ذلك دون أن يقطع صلاته ويخرج منها. وقد جرى هذا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن لما رواه الإمام أحمد رضي الله رحمه الله وغيره، من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طرقت عليه عائشة الباب، فما كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن تحرك وفتح لها الباب. جاء ذلك في حديث عائشة في المسند، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى صلى الله عليه وسلم حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه. وهذا مخرج من أن يقطع صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته ليفتح الباب لعائشة لما كان الباب مغلقا، فدل ذلك على أن الأصل لا يخرج ما دام يمكنه أن يقضي حاجته دون خروج. لكن إن كان لا يستطيع أن يقضي حاجته دون خروج من الصلاة وهي نفل، فالعلماء منهم من قال يتمها خفيفة ولا يقطع صلاته، ومنهم من قال يجوز له الخروج إذا كان ثمة حاجة إلى ذلك. وأما إذا كان الطارق أبا أو أما وكانت نافلة ولا يتمكن من فتح الباب إلا بالخروج من صلاته فليخرج لخصوصية الوالد في وجوب بره والمبادرة إلى قضاء حاجته، فيستثنى على قول من قال إنه يتمها خفيفة فيما إذا كان الطرق من أب أو أم. ويستدل لذلك بقصة جريج الذي نادته أمه فقال أمي رب أمي أو صلاتي، فمضى فكان أن دعت عليه فأجاب الله دعاءها، فدل ذلك على أن الواجب أن يخرج من صلاته فيما إذا كان الداعي أو الطارق أبا أو أما لعظيم حقهما. أما إذا كان الطارق غيرهما ففي هذه الحال لا يجب الخروج، وإنما كما ذكرت إن أمكن أن يقضي الحاجة بفتح الباب دون الخروج فهذا هو الواجب، وإن كان لا يمكنه ذلك فهنا إن استطاع أن يتمها خفيف ويقضي حاجته فهذا أولى، وإن كان لابد أن يخرج من صلاته لفتح الباب فالأمر في ذلك واسع.